فكما تعلمون أننا توصلنا بواحد الخبر مفرح جدا جدا، واجتمعنا الأصدقاء ديال جمعية الدراجة الهوائية وعلى رأسهم السيد الرئيس الحسن الشرقاوي والإخوة الكرام الأعضاء اللي كينتميوا لهذه المجموعة هذه. فكنشكروا بالأخص صاحب الجلالة اللي كيسهر على المواطنين ديالو داخل وخارج المغرب وعلى الجالية ككل. فملي توصلنا بهذا الخبر فجينا كنصرعوا باش نجتمعوا وندليو بالآراء ديالنا، كما سبق لنا أننا كنا سباقين لهذا الخبر ديال الاختفاء ديال الأصدقاء ديالنا. كنشكروا كل السلطات اللي تعاونت معنا، وكنشكروا الناس اللي كانوا كيبارطاجيو معنا الفيديوهات ديالنا، وكنشكروا الجمعيات اللي تعاونت معنا والسفارات والقنصليات والمنابر الإعلامية اللي كانت هي كتجتهد وكتواصل معنا وكنعطيوهم الخبر اليقين. فأحيطكم علما أن الدراج عبد الرحمن السرحاني والدراج إدريس فتيحي الآن كيتواجدوا بواحد المستشفى بالنيجر، فهما الآن الحمد لله بخير وعلى خير المدة اللي كان الغياب ديالهم علينا احنا وما كناش عندنا الخبر، فهي 46 يوم. فكنقول لهم الحمد لله على السلامة، وكنحييو العائلات ديالهم الكبيرة والصغيرة وسكان أولوز اللي تضامنوا مع داروا ديك الوقفة الاحتجاج التضامنية مع الإخوان. مرة أخرى كنشكروا كل السلطات، كاع الناس اللي تعاونوا على هذا الخير. الآن ما نقدروش نقولوا حتى شي حاجة، يعني هما اللي غيقدروا يعبروا أنهم كي دازت المراحل ديالهم من اللي كانوا كيتواجدوا عند دوك الناس. فالحمد لله السلطات المغربية قامت بواحد المجهود كبير، يعني كانت كتعاون مع السلطات البوركينابية وتوصلوا للمكان اللي كانوا كيتواجدوا فيه. يعني المنابر أنا ما كنأكدش أنا، ولكن المنابر الإعلامية الكبرى اللي أعطات هذا التصريح ديالها، وهي اللي قالت بأن كانوا محتجزين في شي طريق صحراوي كيتواجدوا به شي ناس، حنا ما عرفناش ما نقدروش ندوب بالآراء ديالنا، لأن هاد الناس اللي جابوا لنا الخبر هما اللي متأكدين من شي حاجة رسمية. فالعائلات ديالهم توصلوا بالأخبار، فهما ما قدروا يفرحوا، ما قدروا تخلط لهم الفرح مع البكاء. كذلك الأصدقاء ديالنا هنا ما يقدروش يعبروا لكم على الحزن والاسف ديالهم اللي كانت دازت علينا هنا، حتى حنا كنا واحد الوقيت قررنا ان نجمدوا الانشطه ديالنا حتى يبانوا هاد الناس. ففعلا الحمد لله ملي سمعنا الخبر ديالهم فالحمد لله على سلامتهم، والحمد لله نتمنوا لهم الرجوع الى وطنهم سالمين غانمين. اليوم الحمد لله توصلنا بخبر مفرح ديال ظهور ديال الدراجين السي عبد الرحمن السرحاني والسي ادريس فتيحي بأحد المستشفيات بدولة النيجر من بعد الاختفاء ديالهم اللي كان في الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر. كانت واحد حملة شنها الأفراد ديال الجمعية والأسرتين ديال السي ادريس فتيحي والسي عبد الرحمن السرحاني، واحد الحملة منظمة الحمد لله في وسائل التواصل الاجتماعي مع المنابر الإعلامية مع النواب البرلمانيون مع الجهات الدبلوماسيه، السفاره بالنيجر والسفاره المغربيه ببوركينا فاسو، مع افراد من الجاليه المغربيه بوركينا فاسو بالضبط النيجر قليل، تواصلنا مع سميتو مع سائقي ديال الشاحنات اللي كيديروا هذيك الطريق ديال بوركينا فاسو والنيجر، مع ناس في الجاليه في اوروبا، ناس في الجاليه في اوروبا حتى هما ساعدوا. كانت واحد الحمله الحمد لله اتت الاكل ديالها، ووصلنا الخبر اليوم بالتدخل ديال السلطات الدبلوماسية والتدخل ديال المخابرات أنهم تم الحمد لله الإطلاق السراح ديالهم. إن كانوا مازال ما تأكدنا من الخبر، إن كانوا مختطفين ولا كانوا غيتالفين مثلا في الأدغال الإفريقية، راك عارف التضاريس الإفريقية كي دايرها القرى نائية
واغلبيه ديالهم كيكونوا مسلحين وما كاينش واحد الدرجه ديال الامان كبيره. الحمد لله اليوم بانوا، اللهم لك الحمد، شفنا وصلونا فيديوهات وصلونا تصاور بالمستشفى بانهم كيتلقاو الاسعافات الضروريه. ان شاء الله في الدلاف الايام القادمه ان شاء الله نستضفوهم ونستقبلوهم ان شاء الله ويرتاحوا نفسانيا ان شاء الله. ضروري ضروري دابا، ولكن نحاولوا نخليهم على راحتهم كبدايه. دابا الحمد لله ملي توصلنا بالمعلومه انهم بخير وعلى خير، ما نشكلوش عليهم واحد الضغط، راهما دازوا من ضغط نزيدوا عليهم حتى حنا الضغط ديالنا، لا نخليهم يرتاحوا حتى يجيو عندنا ان شاء الله ويكملوا الاجراءات ديالهم ويرتاحوا مع الاهل ديالهم ونجلسوا معهم وندوزوا ايامات زوينه ان شاء الله. اش غنقول لكم، هذا الشيء راه داخل في المغامره. اش اللي وقع لهاد الناس هادو؟ راه كانوا متوقعينه هما، راه دابا الناس اللي ما كيديروش الدراجه كيقول لك اش داهم لهاد البلاصه راه دازوا ناس من تما ما وقع لهم والو. هذا هو السؤال. غير دابا نصيحه للدراجين مستقبلا، اللي انسان اللي باغي ياخذ لا داخل المغرب لا خارج المغرب، يعلم السلطات، ياخذ الاحتياطات ديالو، يسول الناس ديال المنطقه، خصوصا يربط علاقه مع السلطه ديال البلاصه. علاش؟ حيت السلطه تعرفك فين كاين، اصدقاء ديالك مثلا يكونوا على اطلاع متبعينك مثلا في جي بي اس، ويوميا تلوح الموقع ديالك. هذا الشيء اللي كاين الحمد لله. ونصيحه خارج البلاد اللي باغي يخرج خارج، يدير احتياطات تقنيه خصوصا الجي بي اس الدراجه، ولا في الملابس ديالو باش ديما الاصدقاء والمتتبعين ديالو يعرفوا فين كاين.